مرحبا، رح نفوت اليوم على موضوع شائك ومعقد يعني ومو سهل فهمه، هو موضوع العلمانية بالفرنسي لا سيتي، بالانجليزي سيكولاريزم. في فرق كبير بيناتهم، في يعني ليش؟ انه التجربة الفرنسية تختلف عن التجربة البريطانية. هلا بالاصل المفهوم نشأ بفرنسا قبل ما ينشأ بريطانيا. فرنسا صار في ثورة فرنسية قالت إنه رجال الدين المواطن متساوي مع المواطن، والشعب هو السيد، لا في وصاية دينية ولا في وصاية من حدا ولا شيء، الشعب هو الذي يقرر بحرية، وبالتالي كل واحد بده يفرض وصاية تحت أي باب على الناس فهو محذوف مرفوض. يعني مشيت كتير باتجاه الصراع مع الدين. ليش وصلت لهون؟ بالأصل بتعرفوا أنه بداية البرجوازية بأوروبا بلش يتناقض المجتمع الصناعي مع المجتمع الإقطاعي. أوروبا كانت بطرياركات إقطاعية عاملة ممالك أو معاملة، متحالفة مع الكنيسة بشدة، فيها شيء اسمه نخبة يعني اللي هي الكليروس الكليريك، وفي شيء اسمه شعب عام، يعني في طبقتين نبلاء وعامة. كمان من ايام اليونان، من زمان هذا الحكي يعني. في فرق بالكلمه، بالاصل اصل الكلمه هي الشعب، يعني لاوس صار اسمه لايك اللي هو اصل كلمه لاسيتي، لايك بترجموها بالعربي لائكيه يعني الشعب بمعنى ما. والكليرك اللي هو الهيئة الدينية الحاكمة. ففي عندك اثنين، يعني في هيئة دينية وفي عندك شعب. فبالأساس هيك كانت وقت اللي قامت الثورة البرجوازية وبلشت تحارب هي والإقطاع، فصار في صراع. أول مظاهر هذا الصراع كانت حركة الاحتجاج الديني لمارتن لوثر. مارتن لوثر احتجاج ديني على شو؟ هي بالأصل الدافع تبعها مو بس فكري وعقلي، اقتصادي أيضا. فدول انتصرت فيها البروتستانتية أو قيدوا الكنيسة فيه، ودول دلت كاثوليك ودلت تخضع للبابا وتخضع للكذا. فرنسا من الدول التي بقيت كاثوليك وخاضعة. فقامت فيها الثورة الفرنسية. الثورة الفرنسية مثل ما قلنا قامت أشطت كل هالموضوع كله من أساسه، فأخذت موقف معادي للدين ومعادي للكنيسة بشكل كبير، واقتربت من انه هي الدولة هي بتدرس القيم وليست رجال الدين ولا بمؤسسات رجال الدين. فعمليا تقلصت رجال الدين الى درجة كبيرة جدا، ومنعوا من ان يعني يكون لهم دور، مثل ما صار بتركيا ايام الترك تماما، تبنى نفس النظرية انه انت ما دخلك، مش موجود، ما يعني بدك تصلي صلي بس يعني لحالك، ما تستخدمها بالسياسي ابدا، ولا يجوز للدولة ان تدرس عقيدة سياسية عقيدة دينية ولا شيء. الدولة بدرس قيام الجمهورية وليس اي دين، يعني مدرسة مادة تربية دينية ما في، ما بصير يكون، وما بصير الرئيس يكون متحيز او الدولة تكون متحيزة مع دين ضد دين ولا مع اي دين. يعني هو بيمثل سلطة إرادة الشعب الحرة، الشعب سيد نفسه، ليس هناك مرجعيات ولا وصاية ولا شروط على حرية الشعب. هيدي مبادئ الثورة الفرنسية. بالدول الثانية اللي صارت قريبة من البروتستانت تعايشت فيها البرجوازية مع الإقطاع وتحالفوا بدرجة ما بشكل ما، وتماشوا مع بعضهم وما صار في هذا الصدام، ورجال الدين انسحبوا إلى حد ما من الحياة السياسية، طلع مفهوم السيكولاريزم اللي هو مفهوم أنه فصل الدين عن الدولة، فصل رجال الدين عن الدولة، أن تكون الدولة محايدة تجاه الديانات واتجاه الأديان، لكنها لا تمنع ولا هي ضد. الدين له مكان يشتغل فيه والدولة له مكان تشتغل فيه، لكن لا في مرجعية دينية تحكم الدولة، مرجعية الدولة هي الشعب، لكن ليس كعدو الدين، لم تعاملوا معه كعدو. وبالتالي كان هي الشكل الثاني من العلمانية اللي هو السيكولاريزم. إذن الإنجليزية هي الشكل الموطف من العلمانية اللي بتترجم سيكولاريزم.
اللايك او لاسيتي اللي هي فرنسية، هي شكل متطرف من العلمانية، تعتبر الدين ضدها، الدين بحد ذاته تعتبره انه هو يعني ضدها، وهي الى حد ما ميالة لفكرة العلمية بمعنى العلم، يعني المادية العلمية التجريبية، انه كل شيء ما مش مثبت تجريبيا كل هذا حكي وقصص وأدب وليس له يعني قيمة بمعنى القيمة. ومن أهم الناس اللي الفلاسفة يعني اللي انضموا للايك للناس، يعني للناس بالوقت اللي كانوا نبلاء وكذا، كان الفلسفة الألمانية، يعني هيجل بالأول وبعدين إجا فيوربخ. فيوربخ كان هو المؤسس الفلسفي لفكرة العلمانية بشكلها المتشدد، يعني حتى مش بشكلها الناعم، بشكل المتشدد. ففيورباخ هو يعتبر فيلسوف. هلا ليش ألمانيا بالذات يعني مشيت فيها الفلسفة أكثر بكثير من أوروبا؟ ليش؟ لأنه ألمانيا فيها بنية بطريركية قوية وصارمة وقطاع قوي جدا وكذا وإلى آخره، وبتتذكر الحملات الصليبية كانت تطلع من هناك. فهيدي ما حسنت المجتمع الحديث ينتشر بألمانيا، يعني كان في صير قادر المجتمع التقليدي إنه يقاوم التغيرات الجديدة اللي فرضتها الصناعة والبرجوازية، فتأخرت كتير فيها، فنمى الفكر قبل ما ينمى العمل. فصاروا المفكرين يعني ليش غيرنا تقدم، احنا ما تقدمنا كذا، فصاروا يدوروا يفكروا. ف مثل الإنسان المسجون يعني بفكر أكثر ما يشتغل، ليش؟ لأنه مسجون. فهذول كانوا مسجونين بالماضي، فكانوا يفكروا شغلوا عقلهم قبل إيدهم، لأنه إيديهم مربطين. فكان الفكر يعني تدين أوروبا بالفلسفة معظمها للألمان. ليش؟ لأنه ألمان تأخرت كثيرا في التغير، وكانت مربطة بسلطات بطريركية صارمة. هلأ نشأت بأوروبا، إذن نشأت بأوروبا حركة البرجوازية وطلعت، وبلش الدين يتراجع إلى حد ما رجال الدين ما عادوا سلطة، صار دعه يعمل دعه يأمر، الانتخابات هي اللي بتقرر، الشعب هو سيد نفسه، ما بعرف شو. انعزل رجال الدين، عملوا يعني بعدين عملوا التفوا على الموضوع، ما عادوا عملوا، ما عاد الشخص ينتمي للكنيسة، يعني معنى يصير عضو بالكنيسة أو عضو بالإقطاعية لينتمي للدولة من خلال الإقطاعي أو من خلال الأب أو من خلال البطراق أو من خلال، لا، صار فورا ينتمي للدولة، يعني هذيك السلطات راحت. فالنخبة السياسية والثقافية الجديدة اللي طلعت والدينية والفكرية والآخرة بأوروبا عملت كمان مؤسسة خاصة فيها سرية أخوية، عملت أخوية، وهي مسكت عمليا هي قادت العامة بطريقة معينة، قادتهم يعني صحيح في ديمقراطية شكلا وانتخابات شكلا، لكن كان اللي عم يحرك الأحداث والسياسة كانت الحركة الماسونية. الحركة الماسونية بناؤون، يعني اعتبروا حالهم انه هن البنائين، نخبة، هي تحالف نخبوي ضد العامة او بشكل ما على حساب مصالح العامة. يعني هذا هو كان ماشي بأوروبا كتير، لكن مع تطور المجتمع الأوروبي واعتماده على مؤسسات المجتمع المدني وتطور الديمقراطية قوض هذه الحركات وأضعفها كثيرا، وما عاد تحسن تتحكم بالسياسة ولا بالاقتصاد ولا بالجوز، قوضها وأضعفها. هلا نحن بالدول الإسلامية ما عندنا نحن أكليروس، يعني رجال دين بطريرك، يعني دي مش ضروري تتبع لإمام إلا بالمذهب الشيعي والصوفية لحد ما، لكن بشكل عام الإسلام الأغلب والسني ما في بينك وبين الله شيخ، يعني وما في بينك وبين الحاكم شيخ يوصلك للحاكم، بالعكس كان الشيخ كل عمره أداة بيد الحاكم ليطوع فيه الناس. فما كان في عنا نحن إلا ما صنعوه الحكام، يعني ما كان عنا، ما في عنا بالأساس بنية، وبسبب مسألة العلمانية لا تطرح بذات الطريقة، لأن نحن ما عنا السلطة السياسية ماسك البلد، ماسك الناس من خلال الأئمة مثل ما بيقولوا، وانت الإمام بتروح تصلي وراه ما عاد وقت تحمل عليك وتمشي، شو بيحكي يحكي يصطفي، ما دخلك فيه سياسيا لا بتتبع له ولا شيء. فما عندنا مشكلة، كانت مشكلة العلمانية إلا جديد، يعني بلشت تنشأ جديد بس، لكن الأنظمة اللي حاربت الحركات الإسلامية حاربتها باسم العلمانية.
أما هي حركات يعني أنظمة عسكرية مثل ما بتعرف، مثل ما بتعرف ما كانت مشكلة موجودة. اللي صار عندنا نحن انه في حركات اسلاميه نشات بدها تقلد الحركات الماسونيه لكن بدها تعمل اخويه اسلاميه. هاي الحركات بدها تعمل نخبه، يعني انه تجتمع نخبوي اسلامي يتحكم بالدوله ويحط لها مرجعيات خاصه هو بيحطها، ويقيد الدوله ويقيد الديمقراطيه بنظام تشريع معين، بيقول لك الشريعه هي مصدر التشريع القانوني المدري شو، كل هاي الاشياء لم تكن هي الاساس. يعني ما كان في دساتير اصلا بالوطن العربي. من جديد طلعت انه لازم تكون الشريعه يعني بشكل ما انه يكونوا هن يحطوا قيود على الحريه وعلى التشريع وعلى اراده الناس وحتى على اللي بدهم ترشحوا، ليمسكوا ليدلوا ماسكين اللعبه السياسيه كاخويه تضامنيه نخبويه داخل المجتمعات. هون الصراع مع هدول الناس اللي طلعوا جديد، اللي هن بدهم يرجعونا يكرروا تاريخ اوروبا بالقرن الماضي، بالقرن مو الماضي اللي قبله، يعني بال19 ونص القرن العشرين، حيث كانت الحركات الاخويه النخبويه هي اللي عم تتحكم بالمجتمع. وشفتوا انتم في ايران وكذا النظام انه بدك تترشح انت، بدك ومجلس تشخيص مصلحه النظام يقرر انه انت يعني تصلح دينيا لانك تترشح ولا لا. واي مرسوم اي شيء بده يطلع كمان بده يروح على تشخيص مصلحه النظام، اي قرار برلمان بيروح على تشخيص مصلحه النظام، اي شيء يعني معناتها في عندك اراده الشعب اصبحت مقيده باراده طغمه تدعي انها تمثل الدين. ومشكله كبيره انه كل حدا بيقول انه هو يمثل الدين، هو يمثل الله، وكل دين بيقول عن حاله انه هو الدين المختار وان الله اصطفاه، هو الدين عند الله، هو انا والطائفة تبعتي واخر شيء مجموعتي واخر شيء انا. فبالتالي هيدي اكبر فكرة مدمرة ومثيرة للحروب، انه انا الذي اختارني الله وانا امثله. يعني بتحس حالك انه خلاص يعني بلشت على فت على الحرب فورا يعني مباشرة. فكونه في عدة طوائف وعدة ديانات مشكلة، وبالتالي أصبحت العلمانية يعني ضرورة صارت للوقف الصراعات اللي من النوع، يعني كان مذهبية ولا كان دينية، ولمنع الرجال المستبدين أنه يستخدموا الدين للاستبداد. من هون بقى الصدام، من نشأ حديث على موضوع العلمانية، بتلاقوا العداء الكبير بين الإسلام السياسي والعلمانية. ليش؟ لأنه الإسلام السياسي يدعي الديمقراطية بس هو ما بده إياها، وبده السلطة، بده السلطة. إذا الديمقراطية طالعته أهلا وسهلا، ما طالعته فقطعا هو بده يطلع على طريق تاني. أما مو مؤمن، ما شفت أنا حركة إسلامية مؤمنة بالديمقراطية طالما هي تتبنى الإسلام السياسي. ليش؟ لأنه الدين عقيدة، يعني بدي بالضمير قيم، أنت مو السلطة، مش سلطة أشخاص. الدين سلطة ضمير، سلطة قيم، سلطة أن تحكم الله في قلبك، في ضميرك، في إرادتك، في آخره، وليس أن تحكم البشر الذين يدعون أنه هن أدوات الله أو هن ممثلينه على الأرض فيك. يعني ليست العبودية لشخص لأنه هو بددية، العبودية لله مباشرة، منظومة قيم أنت بتعيشها بداخلك. فإذا مفهومين، مفهوم اللاسيتي ومفهوم السيكولاريزم، مفهوم فرنسي ومفهوم بريطاني. المفهوم الفرنسي بيمشي كتير مع انه الدين، بتحارب الدين العلماني، مش بس بتحيده وكذا، وبتمنع تدريسه بالمدارس، وبتمنع يعني تدخل باي شأن من شؤون، وبتمنع على اي سياسي يكون ينتمي الى مؤسسة دينية وإلى آخره، صارمة وإلى حد ما تتجه باتجاه المادي. وقلنا فيلسوفة فيوربخ ونموذجة فرنسا فيكن تقولوا قريبة من المادية الملحدة. يعني ما بدها شيء، ما بدها دين، يعني الدين نقيض 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 لا.
السيكولاريزم الأوروبي البريطاني لا، تقول أنا ما دخل الدولة بالدين، ليست رجال الدين السلطة على المجالس التشريع ولا على الشعب، لكن هن إذا الشعب مقتنع فيهم وبده يعني يسمع منهم وبده يتدين وراهم ما في مشكلة، عندهم حقوق كاملة للنشاطات والى آخره يشتغلوا وكذا، لكن ما بتفوت الأحزاب الدينية على الانتخابات، ما بتفوت الأحزاب الدينية على الانتخابات، وبالتالي يعني ولا يجوز للدولة إنها يعني تتحيز مع دين ضد دين ضد دين آخر، لكن يبقى الدين مصدر للقيم، مصدر لل بيحرك شيء بالناس، بيعمل الناس، هذا هو هذا هو. وقلنا إنه الفكرة إنه شعب ومؤسسة، يعني شعب ورجال الله والشعب العامي، يعني مثل عرفتوا كيف، يعني اللايك هي الناس، البشر، البيبل، الشعب، والنخبة، النخبة الدينية، بعدين النخبة السياسية واللي متحالفة مع بعضها بالآخر، هي النخبة هي شو الكريك، الكليب، بتقول سلطة الكليب يعني سلطة النخبة، يعني مجتمع نخبوي، بينما تقول علمانية يعني ديمقراطية، يعني أقرب للشعب نفسه، يعني تنتمي لطبقة الشعب، وهذيك تنتمي لطبقة النخبة، فهذا الفرق، يعني بتمنى العلمانية يكون أقرب للديمقراطية، لكن لا يعني هذا انه يوصل لمرحله مثل ما عمل اتاتورك او مثل ما عملوا كذا، انه ما بصير يكون في دين، ما بصير جوامع، ما بصير فيه، يعني الدين كل عمره مكون اساسي في حياه البشر وبحاجه له البشر، اما كل شيء هو الدين لا، هو انه لازم يحكم الدين وانه لازم مدري شو الاخري، في تجارب كانت سيئه في هذا الموضوع، في هذا الموضوع، وبالتالي يتناقض مع مبادئ أساسية إنه كل إنسان مساوي لإنسان آخر، وإنه القرار الدولي يعني بيحدد رأي الأغلبية الناس بالتصويت الحر، وبكل إنسان صوت، والشعب هو سيد نفسه، هو يقرر ما يريد، إذا كان مقتنع بدين معين فهو نفسه بيصوت للشريعة التي تتناسب مع الدين، هو بمجلس التشريع بشكل طبيعي، بس ليش لتصادر له حريته؟ هذا السؤال. يعني ليش انت مسبقا لتصادر له حريته وتحط له ضوابط صارمه وترجع تفتلي على كيفك يعني بعدين؟ هيدي المشكله الاساسيه، هل سيبقى الشعب هو الذي يقرر ولا سيكون محكوم بشروط مسبقه؟ لك القران هو مصدر اساسي للتشريع، طيب اوكي، يعني ما حدا بيقول لا، بس كيف بدك تفسره، كيف بدك تعمل، شو هو التشريع اللي بتطلعه من القران؟ نختلف كثيرا في هذا الموضوع، وبالتالي ما حسمته، عرفتوا كيف؟ ما حسمته، يعني نحن في مصدر للتشريع غير الحق يعني وغير الـ 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 القيم الأخلاقية، ولا يعني معقول يكون في تشريع يعني شيطاني مثلا؟ تشريع دائما خير الناس وحقوقهم والسلم الاجتماعي هو أساس التشريع، وبالتالي يعني ما بيتناقض مع القرآن، بس في شغلات صغيرة تانية يعني بدكم تدخلوها أنتم باسم هيدي الشغلة، فهيدي هذا هو الموضوع، انه انت بدك تلغي لي حريتي وتلغي لي حقي في ان اقرر انا نموذج السلطه، لتسرق السلطه مني، فهالبوابه بدنا نفوتوا منها لحتى يعملوا، فنحن ما بدنا نعمل هيك، احنا بنقول اراده الناس الحره تبقى هي الاساس، اتدينوا الناس طلع النظام ديني، وان ما تدينوا طلع النظام مش متدين، هني احرار، ربك بحاسبهم مو انت، ما في شخص بحسن يحاسب شخص ثاني على دينه، الله وحده هو الذي يحاسب على الدين، لأنه الدين سلطة الضمير، سلطة تحكيم الله في داخلك وليس تحكيم الأشخاص فيك، فكتير مهم نفهم هذا. واللي سألني إنه فتنا باللائكية وفتنا بالعلمانية وشي بيترجمها هيك وشي بيطبقها، مظبوط فيها خبصة كبيرة جدا، لكن نحن اللي شايفينه إنه درجة ما من الفصل من يعني تحييد رجال الدين عن السلطة، وإنه ما يصيروا مرجعية وبدك فتوى منه وبدك كل ما تعمل شغلة وكذا، هذا انتهى الموضوع، سلطة رجال الدين انتهت، ليس لهم سلطة إلا كعالمين، كعارف بتروح أنت بتسمع من علمه، تستمع من علمه ولا تأتمر بأوامره، تسمع لعلمه وأنت بتقرر شو تعمل وشو ما تعمل، إيه لا يجوز لرجل الدين أن يتخذ قرارات سياسية تتدخل السياسية كرجل دين، يعني لا يجوز كمان للدولة أن تتحيز مع دين ضد دين، ولا يجوز أن تدرس دين معين، أنت بدك تدرس دين روح ادرسه لحالك،
درسوا لحالك يعني، أهلك يدرسوك يا بطريقتهم، أما الدولة ما بصير تفرض عقيدة دينية على الناس بالتدريس. التدريس بيبقى بدرس الناس بشكل محايد، بشكل محايد غير متعصب، لأنه عم نزرع التعصب بسبب وجود الصراعات المذهبية والصراعات الدينية وكذا. ضرورة صارت العلمانية لحتى نوقف هذا الانهيار الفظيع اللي عم يصير، والمجازر التي ترتكب باسم الآلهة التي هي بريئة من كل ما يجري يعني. فهذه فكرة عامة عن العلمانية بمفهومين، الفرنسي والبريطاني. ليش انتقلت لعنا؟ انتقلت لعنا حديثا، ما كانت مطروحة المسألة يعني، مثل ما انتقلت حديثا بعد ما قامت الدول دي وقامت الحركات الإسلامية ضدها، فاتهموها أنها علمانية ملحدة. يتبع